أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيوجه مساء اليوم السبت خطاباً سامياً إلى شعبه الوفي بمناسبة تخليد الذكرى 23 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. وتعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 23 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه السبت 30 يوليو 2022 ابتداء من الساعة 9 مساء.